بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. اسمحوا لي في البداية، وأنا برحب بكم كل الترحيب وبسعد بوجودي معكم كالمعتاد دائما، أن أنوه إلى أنه وردتني منكم العديد من الرسائل الإلكترونية بتنبه إلى أنه وإن كان المحتوى الخاص بالموضوع الذي سأطرحه عليكم مرة أخرى اليوم، إذا كانت المحتويات موجودة كشرائح PDF موجودة على موقع البلاك بورد، إلا أنكم أشرتم عدة مرات إلى أنه التسجيل الخاص بالمحاضرة غير متوفر لحضراتكم على الموقع. ورغم ان احنا الحقيقة يعني طلبنا من الدعم الفني عدة مرات ان هو يتولى الامر برعايته، لم اجد حل سوى ان اعيد مرة اخرى على حضراتكم، اعيد تسجيل هذه المحاضرة مرة اخرى. اعلم انه طالما المحتوى موجود بالنسبة لكم يعني مفيش مشكلة، لكنني اردت ايضا انه تكون متاحة لديكم المحاضرة بالشكل المعتاد او بالشكل المسجل اللي احنا تعودنا عليه. اللي عاوز اقوله لحضراتكم انه الموضوع بتاعنا اللي هو بنتحدث فيه عن مداخل دراسة الاستراتيجية، مداخل دراسة الادارة الاستراتيجية، وده يعني بيستكمل ايضا ربما بعض المفاهيم اللي سبق لنا ان احنا طرحناها، ربما بيضيف الى بعض القضايا التي تناولناها، لكنه بيظل مدخل مهم بيجعل دائما المام الدارس بالمقرر الذي يدرسه بيجعله على اعلى مستوى ممكن. والحقيقة انه فيما يتعلق بدراستنا في مجال الاداره الاستراتيجيه، هنجد انه يعني لعله نستعيد مع بعض ما هو مفهوم الاداره الاستراتيجيه. وعاوز على طول حضراتكم دائما يعني يبقى فيه ربط ذهني في لدى حضراتكم انه حينما نتحدث كلمه حين تذكر كلمه الاستراتيجيه، فانه يتعين عليكم على الفور ان تربطوا ذلك بالمستقبل، ان تتطلعوا الى المستقبل. ولا يمكن ان تكون شخصا استراتيجيا، ولا يمكن ان تكون مديرا استراتيجيا، ولا يمكن ان تفكر تفكيرا استراتيجيا الا اذا ارتبط ذلك في ذهنك بالمستقبل، بابعاد المستقبل، باحتمالات المستقبل. بعض الكتاب الاجانب يصفوا المديرين العرب، بيقول لك المديرين العرب are past oriented not future oriented. المدير العربي ينزع الى الماضي ولا يهتم بالمستقبل. يعني احنا دايما تسمعوا دايما احنا بنتكلم على حضارتنا الضاربة في عمق التاريخ 7000 سنة و5000 سنة وامجاد الماضي، لكن ماذا عن المستقبل؟ هذا هو الطرح الذي يجب ان يطرح. بنجد ان احنا في حقيقة الأمر لا نهتم بقضية المستقبل. عارفين أنتم طبعا التعبيرات الثقافية حين النهاردة، يا سيدي احنا يعني خلي بكرة بكرة، لكن احنا نعيش النهاردة ونهتم بالنهاردة ونركز على النهاردة. ويصعب ان احنا نجد شخص لديه يعني رؤية مستقبلية لما سيكون عليه هو أو تكون عليه منظمته أو تكون عليه
الجماعه التي ينتمي اليها في المستقبل، سواء كان هذا المستقبل المستقبل القريب او المستقبل المتوسط او حتى المستقبل البعيد. على العكس من ذلك، بنجد المنظمات في المجتمعات المتقدمه في ظل الاداره الامريكيه، في ظل الاداره اليابانيه، نجد انهم يضعون تصورات مستقبليه، يضعون رؤى لمستقبل المنظمه، المنظمه ماذا ستكون عليه بعد سنوات. ربما في احدى محاضراتي اشرت لحضراتكم لرئيس شركه داو اللي هي كبرى شركات البتروكيميكالز على مستوى العالم، وهو يقول انهم بعد 25 سنه ستكون شركه داو يعني رائده العالم، سوف نكون رواد العالم تقنيا وانسانيا. طبعا تقنيا لما تساءل الكتاب قالوا تقنيا مفهوم النواحي الانشطه التكنولوجيه وبراءات الاختراع وغيرها، ده تديكوا الرياده التقنيه، ولكن ماذا عن الرياده الانسانيه؟ قال تعبير جميل جدا، قال سنجعل كل من ينتمي الى شركة داو يشعر انه عضو في عائلة كبيرة، وسوف نجعل اليابانيون يلهثون خلفنا. يبقى حضراتكم ماذا تلاحظون؟ البعد الفني قائم، تقنيات، ابداعات، اختراعات، لكن البعد الانساني لا يغفلون عنه. لديهم فلسفة للجوانب الانسانية في الادارة، وهم يسعون الى هذا الجانب الريادي. يقول اننا سنجعل اليابانيون يلهثون خلفنا، هو يدرك من أين تأتيه المنافسة، ويدرك كيف سيتعامل مع هذه المنافسة، ويدرك سوف يحقق أنه سوف يثق أيضا أنه سوف يحقق مركزا رياديا متفوقا على المنافسين اليابانيين. شوف بعد 25 سنة وهو يعلم أنه لن يكون في موقعه هذا، وانه ستأتي اجيال، لكن كل منهم يعلم ان هناك دور معين يجب ان يقوم به لتحقيق هذه الرؤية التي المستقبلية التي نتحدث عليها عنها بالنسبة للمنظمة، رؤية مستقبلية، تصور الرؤية المستقبلية للمنظمة، ورسم رسالة المنظمة وتحديد غاياتها على المدى البعيد. طبعا هنا في يعني كثير من المصطلحات التي قد اصبحت بالنسبه لكم مفهومه، يعني كلمه الغايه وانتم تعلمون الان انها نتيجه تريد المنظمه الوصول اليها على المدى البعيد، وعلاقه الغايه بالاهداف، يعني هذه امور اصبحتم الان واعين ومدركين لها. ولكن هنا بنقول بقى اذا حتى تكون استراتيجيا فيجب ان تكون لديك رؤية مستقبلية، الرؤية دي بتبقى مرتبطة بالرسالة، وحضراتكم ايضا تعلمون الان انه كلمة الرسالة بتعني يقول لك reason of being، سبب الايجاد، لماذا وجدت هذه المنظمة، وده مرتبط بقى. يبقى اذا الرسالة مرتبطة بالرؤية ومرتبطة بالغايات، أي النتائج المطلوب تحديد تحقيقها على المدى البعيد، مع إشارة مهمة جدا أحب أنها تبقى واضحة في أذهانكم. أنا لست أهتم كثيرا بأنه نجيب الرؤية الأول أم الرسالة، الرسالة الأول أم الرؤية، لكن ما يعنيني وما أهتم به وما أركز عليه هو الارتباط العضوي الوثيق بين كل من رسالة المنظمة ورؤيتها. طالما
انك انت ايها المدير الاستراتيجي كنت تعي جيدا الربط اللي ما بين الرؤية والرسالة، فهذا امر سينعكس ايضا على تحديد الغاية. ما هي الغاية التي تسعى المنظمة او النتيجة التي تسعى المنظمة الى تحقيقها على المدى البعيد؟ طبعا من الاشياء اللي اصبحت النهاردة بالنسبة لنا ليست محل يعني تردد، ان هناك علاقة بتنشأ ما بين بيئة المنظمة والمنظمة نفسها. هناك العلاقة التي تنشأ ما بين المنظمة وبيئتها، واللي بتتمثل فيما أصبحتم مدركين له من، لو أنا بتكلم عن البيئة الخارجية، من جوانب الفرص والتهديدات، الفرص التي تتاح للمنظمة والتهديدات التي تحيط بها. وأيضا إذا كنا نتحدث عن البيئة الداخلية، فإن هذا الأمر بما يرتبط به من نقاط القوة التي تسعى المنظمة إلى تعظيمها أو تسعى الإدارة إلى تعظيمها، ونقاط الضعف التي تسعى إلى تلافيها ومواجهتها والتغلب عليها. طبعا ده لما بكون بتكلم على الاستراتيجية بشكل عام، لكن لما باجي بقى تقترن معاها كلمة إدارة، فلا يغيب عن أبنائي وبناتي إنه حين ترتبط الإدارة بهذا الأمر، فدايما كلمة إدارة بتبقى رهن باتخاذ القرارات، لصيقة باتخاذ القرارات. اتخاذ القرارات هو لب عمل المدير، اتخاذ القرارات هو لب عمل المدير. إذا الإدارة احنا بنقول عليها اتخاذ قرارات. فلما أكون بتكلم على الإدارة الاستراتيجية، فأنا أتحدث عن القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على المنظمة على المدى البعيد، التي تعالج الغايات وتعالج العلاقات وتعالج الرؤى والرسائل الخاصة بالمنظمة أو الرسالة الخاصة بالمنظمة على المدى البعيد، وما تتطلبه من المفاضلة ما بين البدائل واتخاذ القرارات والقيام بعمليات المراجعة والتقويم لهذه الاستراتيجيات على فترات منتظمة. الشكل ده بيبين لحضراتكم كيف تستطيع الإدارة العليا أن تمارس عملية الإدارة، كيف تستطيع الإدارة العليا أن تمارس عملية الإدارة الاستراتيجية. الخطوات دي يعني نقدر نقول أنها خطوات تقريبا متفق عليها أو كحد أدنى متفق على مضمونها، فهي تقوم على تحديد الرؤية والرسالة والغايات. بكرر هنا لحضراتكم أنه لا يعنيني كثيرا ولا أتوقف كثيرا أمام أن أنا أقول تحديد الرؤية ثم الرسالة ثم الغايات، أو تحديد الرسالة ثم الرؤية ثم الغايات، لا يعنيني هذا الأمر. لكن ما يعنيني أن الثلاثة دول في سلة واحدة، في باقة واحدة، رؤية ورسالة وغاية، رسالة ورؤية وغاية. الأمر هنا مرتبط بإيه أبنائي وبناتي؟ الأمر هنا مرتبط بعناصر مستقبلية، عناصر مستقبلية بعيدة المدى. فالرؤية هي صورة ما ستكون عليه المنظمة في المستقبل والمستقبل البعيد، أما الرسالة فهي فلسفة وجود المنظمة أو السبب وراء وجود المنظمة، في حين تكون الغاية هي النتيجة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها على المدى البعيد. طيب بيجي بعد كده بنتقل إلى أنه أترجم الرؤية والرسالة والغاية إلى أهداف، وطبعا هنا الأهداف هي نتائج أيضا مطلوب تحقيقها، ولكن على مدى إيه؟ على مدى أقل، يعني على المدى المتوسط أو ربما المدى القصير، دي بسميها الإيه؟ الأهداف. فكأنه الأهداف دي بتمثل النتائج الفرعية، الأهداف دي النتائج الفرعية للنتائج النهائية أو المستنبطة من النتائج النهائية، أو هي مرتبطة بالغايات بعيدة المدى. وطبعا هنا في بناء الأهداف هنشوف مع بعض إزاي نبني الأهداف اللي خاصة بالمنظمة بكل وحدة من وحدات المنظمة، وهي الشروط أو الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في هذه الحالة. لما بنيجي نقول بقى نريد تحقيق هذه النتائج او الوصول اليها، فالامر بيتطلب ان نصوغ الاستراتيجية،
يبقى اذا احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا عنصر معين جدا اللي هي اللي احنا عاوزين نقوله، انه كأنه طالما بنتكلم عن المستقبل ففي العادة بيبقى في جاب، في فجوة بين الواقع الذي نعيشه الآن والمستقبل الذي نحلم به. أريد أن أصل ما بين الواقع الحالي والمستقبل اللي بأطمح إليه، ففي إطار هذه الجاب لازم يبقى في جسر، بريدج، كوبري يربط الواقع الحالي الذي أعيشه بالمستقبل الذي أطمح إليه. يبقى لابد إن إحنا بيبقى عندنا إيه؟ بيبقى عندنا زي ما بنقول كده كوبري بنسعى إلى. فإذا أبنائي وبناتي بقول إنه طالما كانت هناك فجوة، ودي في العادة بتبقى مسألة طبيعية أن تكون هناك فجوة بين، فجوة بين إيه؟ فجوة بين الواقع الحالي الذي نعيشه أو الموقف الحالي الذي نعيشه بكل بقى ما له وما عليه من يعني عناصر في البيئة الخارجية إحنا محققينها، إذا كانت لنا فرصة تسويقية، إذا كان لدينا يعني مجالات نحن متميزون فيها، بينما هناك فرصة مستقبلية بنسعى إليها. الفرق ما بين الاثنين قوتي التنافسية في وضعي الحالي مقارنة بقوتي التنافسية المرغوبة في المستقبل، فبقول في بينهم جاب، في بينهم فجوة. احنا هنا بنحاول ان احنا نعمل عملية تجسير، يعني نبني جسر بين الواقع الحالي والمستقبل او الموقف المستقبلي المرغوب، وده من خلال ان احنا بنعمل حاجه اللي هي بنسميها صياغه الاستراتيجيه. بنسميها ايه ابنائي وبناتي؟ صياغه الاستراتيجيه. فصياغه الاستراتيجيه هنا هي دي بمثابه الجسر او دي الاداه التي ستربط بين ما نطمح اليه وما نعيشه الان. وده بيتم بقى، تاتي قيمه الاستراتيجيه من ان يتم تطبيقها عشان تعمل بقى عملية التجسير اللي احنا بنقول عليها او عملية الربط التي نتحدث عنها ما بين الواقع الحالي والمستقبل المرغوب. طالما بنطبق استراتيجية معينة فالامر بيحتاج الى عملية التقويم والرقابة. التقويم والرقابة، واللي انتوا عارفين بقى خلاص انتوا ناس متخصصين في الادارة وتعلموا يقينا ان احنا حريصين دائما على عملية المراجعة وعملية المتابعة وعملية التقويم وعملية الرقابة لنتأكد من ان احنا ما نقوم به هو ما كان مخططا. تعال تعال تعال، لسه 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 مش هشتغل، معلش الواحد بيتحرج لما زي ما قلت لحضراتكم ابنائي وبناتي، احنا في المساله هنا بقى كده زي ما انتم شايفين انه ممارسه الاداره العليا، وخلي بالنا هنا بتكلم على الاداره العليا مش اي اداره، لانه الاداره الاستراتيجيه دي من مهام الاداره العليا. يعني انا عندي ثلاث مستويات اداريه زي ما حضراتكم عارفين، الاداره العليا والاداره الوسطى والاداره التشغيليه او التنفيذيه. الإدارة العليا هي المختصة بالإدارة الاستراتيجية، كل النواحي الاستراتيجية بتتولاها الإدارة العليا. وهنا زي ما انتم شايفين طبعا ليه هنفكر مع بعض دلوقتي، لكن زي ما انتم شايفين شوفوا التسلسل المنطقي، رؤية ورسالة وغايات، يبقى ده ودي على المدى البعيد وبتتسم بالعمومية وبتمثل أبعاد في غاية الأهمية. احنا سبب وجودنا ايه وفلسفتنا ايه؟ ما الذي يميزنا عن الاخرين؟ وبعدين ما الذي نطمح اليه؟ دي بقى اللي هي الرؤيه، وما هي النتائج التي نسعى لتحقيقها، النتائج العامه التي نسعى اليها. من الثلاثه دول بقى بيحكموني في بناء اهدافي، اهداف المنظمه، اهداف التنظيميه، يعني اهداف التسويق واهداف الانتاج واهداف التمويل واهداف الموارد البشريه، بتترجم بقى الرؤى والرساله والغايات الى اهداف تنظيميه. حتى تتحقق الاهداف التنظيميه قلت لكم هنا بيحصل ايه بقى؟ بيبقى في عندي فجوه بين الوضع الحالي اللي انا موجود فيه والوضع الذي اريد ان اصل اليه. اربط الاثنين ازاي؟ اجتاز هذه الفجوه ازاي؟ لابد من ان انا اعمل جسر، اعمل بريدج. فبتيجي الاستراتيجيه هي اللي بتلعب هذا الدور، عشان كده بنسميها بريدجنج، بتعمل عمليه التجسير او عمليه بناء الايه؟ الجسر. خلاص الجسر اصبح موجود، صوناه، حددنا مواصفاته، نبدا نطبقه. مع عمليه اي تطبيق، اي
مخطط أبنائي وبناتي لابد بتعلمنا في الإدارة، لابد من المتابعة، ولابد من التقييم، ولابد من الرقابة، والهدف من ذلك كله أننا نريد أن نتحقق. نتحقق من إيه؟ من إن إحنا بنحقق ما كنا نصبو إليه. يبقى ده هدف عملية التقويم والرقابة الاستراتيجية. عناصر بقى الإدارة الاستراتيجية: أول عنصر ضرورة وضوح التصور والرؤية المستقبلية للمنظمة. يعني لابد إن إنه إلى أين نحن ذاهبون، المستقبل اللي بنتكلم عليه، وخاصة إذا كان المستقبل بعيد المدى. إذا كنا بنتكلم كده زي ما رئيس شركة داو بيقول بعد 25 سنة، مسألة مجهولة. لو تركنا نفسنا للمجهول فسنتصرف تصرف العميان، أي التصرفات العشوائية التي لا تكون يعني قادرة على الإنجاز وقادرة على الوصول إلى نتيجة معينة. عشان كده بيبقى شرط، عنصر مهم بالنسبة لنا، وضوح التصور والرؤية المستقبلية للمنظمة. حتى احنا دايما نقول ايه، ابدأ زي الـ احد كتاب الإدارة المتميزين في هارفارد لما قالك ايه، ابدأ والنتيجة في ذهنك. يعني حين تبدأ نشاط معين أنت تدرك ومتفهم ومتصور طبيعة النتيجة التي تريد أن تصل إليها. يعني تحولت من مجرد إرهاص فكري إلى واقع أنت تتخيله وتدركه وتسعى للوصول إليه. يبقى مسألة وضوح التصور والرؤية المستقبلية للمنظمة، وهذا يجب أن نحرص عليه دايما، مسألة الوضوح لا غموض، لا لبس، لا تداخل، لا ضبابية فيه. لا، لابد أن تكون المسائل واضحة وضوحا شديدا. وأكرر ما سبق أن قلت لحضراتكم أكثر من مرة، كلام بتاع أخواننا في علم النفس لما قالوا لنا الإدراك الخاطئ تترتب عليه نتائج مضللة. الإدراك الخاطئ تترتب عليه نتائج مضللة. طيب، عدم وضوح، في غموض، في لبس، في ضبابية، على طول يبقى فيها ايه، فيها نتائج مضللة في هذه الحالة. ايضا من عناصر الإدارة الاستراتيجية بيان أهمية رسالة المنظمة. أهمية الرسالة، ما قلت لكم سبب الإيجاد، فلسفة الإيجاد، ما يميزني عن الآخرين، لماذا وجدت، لان ده بيحدد كل بقى العناصر الاخرى، بيحدد رؤيتي، بيحدد نطاق عملي، بيحدد نشاطي، بيحدد جمهوري، بيحدد المستفيدين مني، بيحدد انشطة المستقبلية. يبقى مهم جدا ان احنا ندرك الرسالة وندرك اهمية وجودها بالنسبة للمنظمة. التركيز على ضرورة وضوح الغايات والاهداف، التركيز على ضرورة وضوح الغايات والاهداف، وده شرط لأن دي النتيجة التي نسعى للوصول إليها. التحام المنظمة ببيئتها يعد أمرا مهما. تهتم الاستراتيجية بتحديد وتخصيص الموارد المتاحة واتخاذ القرارات الاستراتيجية على المدى البعيد، والاهتمام بتصرفات وممارسات الإدارة العليا. دي من العناصر اللي احنا بنقول عليها ايه، اللي احنا بنقول عليها ذات أهمية قصوى بالنسبة للمنظمة. يبقى إذن الأعزاء الأبناء والبنات الأفاضل، إحنا بنقول هنا، يعني هتلاحظوا إن كلمة الوضوح شوف بدأنا بيها لأنه نقطة الوضوح دي، يعني عاوز أقول لحضراتكم إنه كل منا يدرك ما يريد إدراكه، وبالتالي لما بيحصل بقى في وسط العمل الجماعي ان الامور لا تكون واضحة ولا تكون محددة، يبقى فيها لبس، يبقى فيها غموض، لا يوجد فيها فهم مشترك، بيترتب على كده انه تتشتت الجهود، بيترتب على كده انه كل منا يفهم ما يريد ان يفهمه وفقا لهواه. طب بالله عليكم كيف نستطيع ان ننتقل الى المستقبل واحنا بنتكلم ايه، الانتقال الى المستقبل، اي الانتقال الى المجهول. طب كيف سنتحرك إلى هذا المجهول ونحن لدينا غموض ولدينا ضباب ولدينا صورة غير مكتملة؟ الوضوح بمعنى أنه لا لبس ولا غموض في عشان كده أنا كمدير استراتيجي علي دائما أن أتأكد. أن أتأكد من إيه؟ أن أتأكد من وجود فهم مشترك، فهم مشترك.
common understanding. common understanding ان الناس فاهمه، مشتركه في الفهم للموضوع، الفهم السليم، لانه هترتب على الادراك الخاطئ ستترتب عليه نتائج مضلله، او الفهم الخاطئ ستترتب عليه نتائج خاطئه. احنا لابد يبقى عندنا ايه؟ فهم سليم وفهم جيد، والامور ان يكون فيها الوضوح اللازم او الوضوح الكافي للعمل. بيان أهمية رسالة المنظمة. ما أنا قلت لكم أهمية رسالة المنظمة هي سبب الإيجاد، هي فلسفتها، هي ما يميزها عن الآخرين. إذا أنا فقدت ما يميزني عن الآخرين، إذا أنا فقدت فلسفة وجودي، إذا أنا فقدت الأسباب التي أنشئت من أجلها، سواء كانت منظمة أو حتى الإنسان، المولى سبحانه وتعالى يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم يعني بقيه الايه، لكن شوفوا هنا سبب الايجاد ايه؟ سبب ايجاد الجن والانس ايه؟ ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيبقى امر طبيعي ان احنا بنقول ايها الانسان المسلم كل سلوكك عباده لله سبحانه وتعالى، كل سلوكك عباده لله سبحانه وتعالى، لانه هذا هو مضمون ان ربنا ما خلقناش الا لعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى طالما دي بتبقى واضحه بالنسبه لنا، يبقى لابد ان انا ارعى الله سبحانه وتعالى، وانه كل جهودي تبقى موجهه لعباده الله سبحانه وتعالى. انا باخد هنا بالتطبيق عليهم. طب ما كليه الدراسات التطبيقيه وخدمه المجتمع انشئت لتوفير الخدمة التعليمية، التعليم الجامعي، عملية التنمية بالنسبة للمواطن السعودي، المساهمة في تنمية المجتمع السعودي. يبقى إذا هذه هي أسباب إيجاد هذه المنظمة، ومن ثم يبقى كل السلوك، كل الأنشطة، كل التصرفات بتخدم هذا الغرض، غرض إتاحة العملية التعليمية، وغرض أيضا يعني المساهمة في تنمية المجتمع وتنمية الأفراد. العنصر الثالث هو التركيز على ضرورة وضوح الغايات والأهداف. الغايات والأهداف، خلي بالكم، ما احنا قلنا في محاضرة يعني انه الغايات هي دي الأهداف العامة بعيدة المدى، او النتائج العامة بعيدة المدى. اما الأهداف فهي النتائج قصيرة المدى، وحانا تبقى متوسطة المدى، وهي بتبقى ترجمة الغايات كأنها نتائج فرعية للنتائج العامة. طب إذا لم تكن النتائج المرجوة في المستقبل واضحة، طيب يبقى إذا ببذل جهدي لماذا؟ إيه هو توجهي إلى أي؟ المسار بتاعي يقودني إلى أي؟ عشان كده مهم جدا يبقى هناك وضوح في الغايات والأهداف. وأيضا بكرر كلمة وضوح تعني أنه لا لبس ولا غموض، مفيش التباس علينا ومفيش حاجة غامضة، لا، في وضوح وفي تحديد وفي دقة. ايضا العنصر الرابع هو التحام المنظمه ببيئتها، مهم جدا، مساله مهمه او امر مهم، لانه المنظمه هي ابنه بيئتها. بل لا نبالغ حين نقول انه قدره المنظمه على تفهم بيئتها وعلى التعامل مع بيئتها بشكل جيد، ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى انه المنظمه تنجح. المنظمه التي لا تستطيع ان تتواءم مع بيئتها تبقى منظمه فاشله، لن يكتب لها النجاح. العنصر الخامس وهو خاص بالموارد. الموارد، كلمه الموارد ابنائي وبناتي، انتم تعلمون انه احد صفاتها انها تتسم بالندره، الندرة النسبية، يعني المتوفر منها لا يكفي لاحتياجاتنا جميعا كمنظمات وكأفراد. يبقى الأمر المنطقي إنه إحنا لابد نعمل عملية تخصيص، وعملية حسن استخدام، وعملية تعظيم لاستخدام هذه الموارد، بما يؤدي إلى إنه النتائج المتحققة منها تكون أفضل ما يمكن. يبقى تحديد وتخصيص الموارد المتاحة التي تتسم بالندرة النسبية مالها؟ قال لك لابد ان احنا يعني نحرص على توزيعها وفق اولويات وبما يرتبط بتحقيق الاهداف الخاصة بها. اتخاذ القرارات الاستراتيجية على المدى البعيد، لانه دي سمة العمومية والمدى المستقبلي البعيد، دول سمتين من سمات الاداء الاستراتيجي.
واخر عناصر الاداره العليا الاهتمام بتصرفات وممارسات الاداره العليا، لان هي المعنيه بالاداره الاستراتيجيه، هي المعنيه بالاداء الاستراتيجي، هي اللي معنيه بالممارسات الاستراتيجيه. فلا بد ان احنا نركز على هذا الايه، على هذا الامر. الاداره الاستراتيجيه على اهميه كبيره جدا بالنسبه لمنظمات الاعمال. الاداره الاستراتيجيه ذات اهميه كبيره جدا بالنسبه لمنظمات الاعمال. اهميتها انها بتجعل المنظمه، منظمه الاعمال، مدركه بوضوح وبدقه وبتحديد لحلمها المستقبلي. ما هي الرؤيه؟ حلم. نحلم بان نكون المنظمه الاولى، نحلم بان نكون الكليه المتميزه، نحلم بان نكون البائع اللي هذا الامر اللي احنا بنسميه الرؤيه، وهي رؤيه مرتبطه بالمستقبل. يجب ان تتسم بالوضوح، ويجب ان تتسم بالدقه، ويجب ان تتسم بالتحديد. وده بيساعدنا على انه قراراتنا الاستراتيجيه اللي هي اداه التصويب بتاعتنا، اداه الوصول الى النتائج اللي هي القرارات، بتبقى مرتبطه برؤى مستقبليه واضحه. يبقى قراراتنا الاستراتيجيه بتتم بشكل رشيد. التفاعل البيئي على المدى البعيد، التفاعل البيئي على المدى البعيد، بحيث ان المنظمه تتفاعل مع بيئتها، المنظمه تتفاعل مع بيئتها. وانا بقول بقى التفاعل ده مش اختياري، ده ضروري، يعني ضروره وجود. منظمه لا تتفاعل مع بيئتها لن تنجح، لن تستمر، لن تستطيع ان تحقق النتائج المرجوه منها. عشان كده دايما انا اقول ايه على اي مدير او اي منظمه، ان كنت تريد الفشل تجاهل عناصر بيئتك. من اراد الفشل فيمكن ان يتجاهل عناصر بيئته. الحاجة الثالثة، تحقيق النتائج الاقتصادية والمالية المرضية. يبقى الإدارة الاستراتيجية بتمكنني من الوصول إلى النتائج الاقتصادية والنتائج المالية التي تتوافق مع تطلعاتي، التي تتوافق مع توقعاتي، التي تتوافق مع ما أصبو إليه، ما أخطط لي. الإدارة الاستراتيجية تدعم المركز التنافسي. ليه؟ ما انا كنت بقول لكم اهو، كنت قاعد بعمل عمليه التحليل الخارجي للفرص والتهديدات، والداخلي للقوه والضعف. الماتشنج ما بين الاثنين دول، المواءمه ما بين العناصر الاربعه دي مفترض ان يدعم قوتي التنافسيه، او يدعم مركزي التنافسي، او يدعم مزايا التنافسيه في مواجهه الايه؟ المنافسين. القدره على احداث التغيير، لانه الاستراتيجيه واضحه، أنا أعلم ما الذي أريد أن أصل إليه في المستقبل. المستقبل بيحتاج، لأنه إحنا دايما بنقول إيه أبنائي وبنات، البيئة بتاعتنا بيئة ديناميكية متغيرة بوتيرة متسارعة وبآثار جذرية على المستوى المنظم. بقولنا كأنه كحد أدنى يتعين علي كمدير استراتيجي أن أتوائم وأتكيف مع التغيير الذي يحدث في البيئة. ده أنا مش كده وبس، ده أنا بضيف بقى إنه بحسن أدائي الاستراتيجي وتمكني الاستراتيجي، فإنه يمكنني أن أكون أنا صانع للتغيير، أن أكون أنا وكيل التغيير. يبقى مهم أبنائي وبناتي إن إحنا نكون قادرين، مش ليس فقط على مجرد التوافق أو التكيف مع التغيير، ولكن أيضا على إحداث التغيير. الإدارة الاستراتيجية أيضا بتساعدني زي ما قلت لكم في تخصيص الموارد والإمكانات بطريقة فعالة، فعالة يعني محققة الهدف، يعني لا يكون هناك إسراف، ولا يكون هناك إهدار، ولا يكون هناك إتلاف، بل الموارد الاقتصادية التي تتسم بالندرة. الموارد الاقتصادية التي تتسم بالندرة بيحصل فيها إيه؟ بتكون ممكنة التخصيص وممكنة التوجيه للظروف بتاعتنا، بما يمكننا من ان احنا ايه، بما يمكننا من ان احنا نحسن استخدامها ونوظفها التوظيف الجيد اللي حقق لنا النتائج المرجوة. ده كده كان عناصر
أهمية الإدارة الاستراتيجية بالنسبة للمنظمة. لما نيجي بقى عاوزين نتكلم عن مفهومين مهمين جدا وأنتم اعتدتوا على التعامل معهما وأنتم تتحدثون عن في الإدارة، في مبادئ الإدارة. قبل أن أشرح هذه المفاهيم، يتعين علي أن أنبهك ابني العزيز وابنتي الفاضلة يا مديري المستقبل، المصطلحات دي لازم تعوها وعي لا لبس فيه ولا تردد ولا غموض. يعني دي من الايه، من الـ من الـ من البيزك بالنسبه لنا، ومن الابجديات بالنسبه لنا كممارسين للعمل الاداري، ان احنا نبقى مدركينها وفاهمينها ونطبقها التطبيق السليم. في كده مصطلحات في حياتنا كمديرين ذات اهميه بالغه وذات اهميه قصوى، ويتعين علينا ان احنا يعني نبقى فاهمينها ونبقى مدركينها ونبقى عارفين كيفيه التفاعل معها او التعامل معها او تطبيقها التطبيق السليم داخل المنظمه. ونبقى عارفين ان المفهومين اللي هقولهم دول بيمثلان معيارين اساسيين في الحكم عليك كمدير وفي الحكم على المنظمه. فانا استطيع او دايما اسعى الى ان يكون المدير مدير كفء فعال. مدير كفء فعال. ما ينفعش يبقى مدير كفء غير فعال، ولا مدير فعال غير كفء، ولا المنظمه، المنظمه ايضا يجب ان تكون منظمه كفء وفعاله. ما يصلحش انها تكون كفء غير فعال او فعال غير كفء. يعني دي اشياء لازم التكامل هنا. دول اللي احنا بنسميهم ايه، ابنائي وبناتي، اللي هم معيار الكفاءه والفعاليه، معيار الكفاءه والفعاليه. هنا الكفاءه هي الطريقه الاقتصاديه التي يتم بها انجاز العمليات المتعلقه بالاهداف، ويعبر عنها من خلال النسبه بين المخرجات والمدخلات. واحنا ابنائي وبناتي حين نرغب في انجاز معين، عمليه انتاجيه معينه على مستوى اي منظمه، لابد اننا يبقى عندي عوامل للانتاج بتتمثل ربما في الخامات، في المعدات والالات للتقنيه او التكنولوجيا، في العماله، في راس المال، في الاداره والتنظيم، عناصر مع بعضها دي بنسميها عناصر او عوامل الانتاج. اللي احنا اصطلح وفق نظريه النظم قلنا ان دي بتبقى وحده المدخلات. يبقى مدخلات اي نظام انتاجي ايه؟ زي ما قلنا عماله، مواد خام، تقنيه، راس المال، المنظم او الاداري، وغيرها من الايه الموارد. دول مع بعض مطلوب تحويلهم، اجري عمليه تحويل عليهم، يعني يتحولوا من 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 منتج معين او من شكل معين الى شكل اخر. وهذا التحويل بيؤدي الى ايه ابنائي وبناتي؟ بيؤدي الى زياده المنفعه والى زياده حسن الاستخدام الخاص بهذه الايه، بهذه المواد. طيب ايه بقى المطلوب مننا في هذه الحاله؟ قالوا ان احنا عندنا مدخلات، لابد ان احنا يعني نكون قادرين على استخدامها بما يعظم المخرجات الناتج منها. يعني عندي قطن خام بحوله الى ملبوسات، الى القميص او الى عندي بترول خام بحوله الى عناصر الطاقه، البنزين والسولار، عندي قمح موجود في الارض الزراعيه باخده احوله الى الخبز. اللي يعني هناك علاقة بين المدخلات والمخرجات، ودي عملية التحويل اللي هي أساس أي عملية إنتاجية في أي مجتمع. عندي أستاذ وكمبيوتر وعلم عاوزين نحوله إلى محاضرة بتؤدي إلى التعليم. معايا حضراتكم؟ طيب الكفاءة بقى بتتمثل في حسن استخدام المدخلات بما يؤدي إلى أفضل المخرجات. عشان كده يقول لك ايه، يقول لك ان احنا بننجز عملياتنا ازاي، لانه انا باخد المدخلات دي وخليها تتفاعل مع بعضها، عمليات تفاعل مع بعضها، عامل على ماكينه تستخدم ماده خام وطاقه
في ظل وقت معين، تقوم تديني في النهاية مخرج معين. بنيجي ننسب بقى المخرجات إلى المدخلات. بمعنى لو أنا أنتجت مثلا من منتج معين، أنقل مثلا مصنع عندي لإنتاج القميص ده، بيشتغل عندي 5 عمال عندهم الخامات بينتجوا لي 100 قميص. 100 قميص، يبقى اما باجي انسب اقول المخرج بتاعي اللي هو ال 100 قميص منسوبه الى المدخلات اللي عندي اللي هم العمال، يبقى 100 قميص على 5 عمال، يبقى ما اقول 100 على 5 فيها 20، يبقى كانه كفاءه العامل هنا 20 قميص. كفاءه العامل هنا ايه؟ بتبقى 20 قميص. معايا ابنائي وبناتي؟ فاذا ده اللي انا بسميها عمليه الايه؟ عمليه الكفاءه. يبقى كان وبالتالي ابنائي وبناتي الاعزاء، بيبقى عندنا هنا قضيه مهمه جدا اللي احنا مساله العناصر هنا. يعني لما تيجي بقى تشوف الكفاءه، شوف قد ايه تركيزنا على الموارد. ما هي موارد بتتسم بالندره مش موجوده، يبقى لابد ان انا هنا كفاءه العنصر انه عمليه الايه؟ الاستخدام. طيب هنا بقى يجي الايه؟ الحاجه الثانيه الفعاليه، اللي هي قدره المنظمه على تحقيق اهدافها. يبقى نخلي بالنا ابنائي وبناتي الاعزاء، بنخلي بالنا من ايه؟ بنخلي بالنا من الربط ما بين حاجتين. الكفاءة مرتبطة بالموارد، ربط الموارد بالناتج منها. أما الفعالية فمرتبطة بتحقيق الأهداف. طب تعالوا ما أقول لحضراتكم، ناخد المثال اللي كنا عاطينه دلوقتي على كفاءة العمال اللي في مصنع إنتاج هذه القمصان. قلنا إن العامل بينتج 20 قميص، دي الإنتاجية بتاعته. طيب لماذا أنتجت هذه القمصان؟ المنظمة أنتجت هذه القمصان حتى تباع. حين تباع يبقى المنظمة دي منظمة فعالة، أي أنها تحقق الهدف منها، أي أنها تحقق الهدف. الهدف بتاعها إيه؟ أنها تنتج من أجل البيع وليس من أجل التخزين. لا قيمة لمنتج تتوفر فيه أعلى المواصفات الفنية ثم يكون مآله إلى المخازن. معايا ابنائي وبناتي؟ يبقى احنا اتفقنا على انه الكفاءه والفعاليه، الكفاءه تتعلق بكيفيه استخدام الموارد، اما الفعاليه فتتعلق بتوجيهها الى تحقيق الايه؟ تحقيق الاهداف المرجوه منه. احيانا الكفاءه احنا برضو بنسميها ايه؟ نسميها الانتاجيه. الكفاءه نسميها ايه؟ الانتاجيه. يعني انتجت قد ايه؟ يبقى الكفاءه والانتاجيه الاثنين بمعنى واحد، وكلاهما بيوجد العلاقه الاقتصادية أو العلاقة النسبية ما بين المخرجات والمدخلات. أما الفعالية فتحقيق الأهداف، بحيث يتم الاهتمام برعاية كافة الأطراف ذات العلاقة اللي احنا بنسميهم ستيك هولدرز، سواء كانوا الملاك، سواء كانوا العاملين، الإدارة، الموردين، العملاء، لما كافة الأطراف ذات اللي لها أهداف معانا في المنظمة، يبقى طالما احنا بنرعاهم بنحقق أهدافهم نحن منظمة إذن فعالة. على هذا الأساس أبنائي وبناتي يمكننا المقارنة والتمييز بين الكفاءة والاستراتيجية، الفرق ما بين الكفاءة والفعالية. الشخص الكفء يعمل الأشياء بطريقة صحيحة. الشخص الكفء يعمل الأشياء بطريقة صحيحة. الفعال يفكر ويعمل الأشياء الصحيحة، أنا بعمل الحاجة الصح. بينما الكفء بيشتغل بالأسلوب الصح. وبالتالي بقى نخلي بالنا، حتى اكون كفءا فعالا فانني يجب ان افكر واعمل الاشياء الصحيحه بطريقه صحيحه. يبقى تفكيري واختياري للاشياء هي الاشياء الصحيحه، وعملي لها باستخدام الاسلوب الايه؟ الصحيح. يبقى الكفاءه والفعاليه، الكفاءه او الشخص الكفء هو الذي يعمل الاشياء بطريقه صحيحه، اما الشخص الفعال فهو الذي يفكر ويعمل الاشياء الصحيحه. ايضا الكفء يحل المشاكل التي تعترض طريقه، يعني بيتعامل حلال للمشاكل. أما الفعال فهو يبتكر بدائل خلاقة لحل المشاكل، هو غير تقليدي. يعني هو لا ينتظر أن المشاكل تقع وتعترض طريقه، ولكنه بيبتكر وبيبقى عنده مبادرة، قادر على التعامل المبادر مع هذه المواقف. الشخص الكفء يحافظ على الموارد والأدوات، وعشان كده بقى يعني يتسم سلوكه بانه سلوك محافظ.
بينما الشخص الفعال يستخدم الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، بأقصى مثالية، يعني يحصل منها على أقصى الكفء، يتبع النظام والمنهج الموضوع، بينما الفعال يحصل على النتائج. يعني الشخص الكفء بيمشي وفق خطوات محددة، احنا احنا نسميه ايه، منهجه بيروقراطي، يعني بيعتمد على الاجراءات او بيركز على الاجراءات، بينما الشخص الفعال بيركز على النتائج، بيبقى موجه بالنتائج، بيسعى الى الحصول على الايه، على النتائج. الشخص الكفء ايضا يعمل على تقليل التكاليف، عشان كده احنا قلنا ايه ابنائي وبناتي، قلنا انه في الكفاءة احنا بنستخدم يعني الطريقة الاقتصادية في التعامل مع الأشياء، أما الفعال فهو يعمل على زيادة الأرباح. الاثنين وجهين لعملة واحدة صحيح كما اتفقنا، ولكن دايما احنا ايه هدفنا النهائي هو تحقيق ايه الأرباح، أما وسيلتنا في ذلك فهي تقليل التكاليف. تعالوا بقى نشوف الفرق اهو ما بين الكفاءة والفعالية. هنا الأهداف الرئيسية للمنظمة اهي، وبنيجي بقى تساؤلنا دايما الأهداف، هل هذه الأهداف مرتبطة باحتياجات المستفيدين؟ هل الأهداف دي مرتبطة باحتياجات المستفيدين الأساسيين اللي أنا لسه قايل لحضراتكم عليهم دلوقتي، اللي هم مين؟ أهم كافة الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة، الملاك، العاملين، الإدارة، الموردين، العملاء، دول الأطراف الرئيسية عندنا. طيب لما بتيجي بقى بتسأل نفسك، هل هذه الأهداف الرئيسية مرتبطة باحتياجاتهم، بتلبي احتياجاتهم، بتعمل على إشباع احتياجاتهم؟ الإجابة يا إما نعم يا إما لا. إذا كانت الإجابة لا، يبقى إذن نحن غير فعالين. طيب هل هذه الأهداف غير مناسبة؟ أنجزت بأقل التكاليف؟ يبقى إذا في هذه الحالة إذا كانت لا لم تنجز بأقل التكاليف، يبقى إذن العلاقة، يبقى هنا الكفاءة مفيش كفاءة، يبقى غير كفء. أنجزت بكفاءة يبقى نعم، يبقى ممكن جدا إن أنا أبقى كفء غير فعال، كفء غير فعال. يبقى انا كفء غير فعال، اي انني احقق النتائج، اسف، استخدم الموارد افضل استخدام ممكن، لكنني لا احقق الاهداف التي نسعى اليها. الجانب الاخر، الاهداف هنا اهداف مرتبطه بالمستفيدين الرئيسيين. جميل جدا. هل انجزت؟ اذا انجزت يبقى نعم، يبقى انا فعال. إذا لم تنجز يبقى أنا غير فعال، يبقى إذن الفعالية هنا مرتبطة بإنجاز الأهداف اللي هي مرتبطة باحتياجات المستفيدين. طيب هل أنجزت بأقل التكاليف؟ يعني جينا بقى هنا دخلنا على الربط ما بين المخرجات والمدخلات. إذا كانت أنجزت بأقل التكاليف الإجابة نعم، يبقى أنا كفء، وبالتالي أنا كفء فعال كده. أما إذا كانت يعني كان هناك إسراف أو إهدار او عدم ترشيد للتكاليف، يبقى في هذه الحاله انا غير كفء، غير كفء. يبقى اذا الربط هنا بهذا الشكل كما ترون، يبقى ماشي باسلوب المقارنه ما بين الكفاءه والفعاليه. ان التنظيم يمكن ان يكون كفءا فعالا، او هذا هو ما يجب ان يكون عليه التنظيم، يجب ان يكون التنظيم كفءا وفعالا، يجب ان يكون التنظيم ايه، كف وفعال. يعني كف في استخدامه للموارد، انا اقول باكد على الكلام ده مرارا، لانه زي ما قلت لكم لابد ان يكون هذا شيء راسخ في فكر حضراتكم وفي اذهان حضراتكم، ولا نتخيل او نتصور ان يكون هناك يعني مدير استراتيجي لا يعي هذا الايه الامر. يبقى لابد ان يكون في هذه الحاله ايه، بنقول كفء وفعال. كفء وفعال يعني بيستخدم الموارد افضل استخدام ممكن، وفعال لانه هذه الموارد بتحقق الهدف ايه، تحقق الهدف الذي المنشود او الهدف الذي نصب اليه من استخدامنا لهذه الموارد. وفعال يبقى بايه، بيحقق النتيجه اللي موجوده. وهذا هو المعيار الرئيسي الذي نسعى اليه جميعا. يعني اي منظمه يجب ان تكون منظمه كفء فعال، اي شخص يتعين ان يكون، اي مدير يتعين ان يكون كفء فعال. يبقى ده الايه، المسطره الاساسيه اللي احنا بنسعى اليه.
اي خلل في الاثنين يبقى يبقى الايه المعيار بتاعنا اختلف. فمن الممكن ان يكون زي ما قلت كفء غير فعال او فعال غير كفء، او طبعا الكارثه انه يبقى غير كفء وغير فعال. فمساله مهمه جدا ان احنا بنربط الكفاءه والفعاليه، لكن زي ما اتفقت معاكم الكفاءه مرتبطه باستخدامنا للموارد اللي فيها الندره النسبيه، اما الفعاليه فمرتبطه بتحققنا للاهداف. وهذه الاهداف اللي هي اهداف الايه الملاك الرئيسيه، العناصر الرئيسيه المرتبطه بالمنظمه، يبقى الاطراف ذات المصلحه، يعني مش اهداف في المطلق كده. وحتى انا دايما ايه بقول ابنائي وبناتي احنا يجب ان احنا نخلي بالنا واحنا بنتكلم على الاهداف من ثلاث عناصر اساسيه. دايما احنا اي منظمه اول حاجه بتسعى الى تحقيق اهداف المجتمع، اول حاجه تسعى الى تحقيق اهداف المجتمع. الله، هو مجتمع من الاطراف الرئيسيه؟ طبعا طبعا، هو اهم طرف في المنظومه. واذا انا لم يعني انا من اين احصل على مواردي ومن اين احصل على مدخلاتي؟ من المجتمع. ومن الذي يضبط أدائي؟ المجتمع. ومين اللي بيحصل على المخرجات بتاعتي؟ المجتمع. فالمجتمع هو العامل الأساسي. وعادة أبنائي الأفاضل وبناتي العزيزات، فإن المجتمع يسعى إلى تعظيم العائد الذي أو تعظيم المنافع التي تنتج عن الموارد المتاحة لديه. وفي نفس الوقت بيقول ايه؟ وفي نفس الوقت بيقول ايها الانسان استخدم هذه الموارد، استمتع بها، حقق الرخاء والرفاه، ولكن ايه؟ ولكن لا تهلكها، لا تستنزفها، لا تؤدي الى ايه المساوئ الخاصه اللي احنا عارفينها فيما يتعلق باستخدام الموارد. يبقى اذا قد يكون المنظمه او التنظيم كفء فعال، وقد يكون كفء غير فعال. قد يكون كفء غير فعال اهو، تعالوا تاني نبص مع بعض. كفء غير فعال اهو، هنا كفء غير فعال اهو، هنا كفء غير الفعاليه، لانها اتت من ان احنا ما حققناش اهداف المستفيدين الاساسيين، لكن انا لما استخدمت الموارد افضل، فانا كفء غير فعال. بينما هنا هو كفء فعال، لكن اذا لم ينجز الاهداف الخاصه بتبقى هنا غير ايه؟ غير فعال. فاذا هنا قلنا كفء فعال وكفء غير فعال وفعال غير كفء. اهي برضو فعال غير كفء، بصوا معايا فين؟ اهو فعال غير كفء، فعال اهو حقق الهدف، غير كفء لانه اساء استخدام الموارد. معايا؟ يبقى اذا احنا هنا ايه؟ اتكلمنا على الفعاليه والكفء. اما طبعا غير فعال وغير كفء ده يعني ايه؟ كارثه. يعني غير فعال وغير كفء، نبص كده مع بعض اهو، ده الشخص ده اهو، شوف اللي ايه، يبقى توفرت فيه يعني سمتين سيئتين او يعني خاصيتين سيئتين، غير كفء وغير فعال. اهو انتوا عارفين ينطبق عليه القول المولى سبحانه وتعالى، اينما توجهه لا يأتي بخير، أينما توجهه لا يأتي بخير. ده اللي احنا بنسميه غير كفء وغير فعال. وطبعا المنظمة غير كفء وغير فعال يبقى ده منظمة أضرارها شديدة جدا بالنسبة للمجتمع. الأعزاء، أبنائي وبناتي الأفاضل، بتلاحظوا حضراتكم أنه يعني احنا هنا واحنا بنتكلم على مسألة الكفاءة والفعالية والربط. شوفوا انا 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 كررت المسألة دي قد ايه، ارجو ان ما تملوش، لكن ده تأكيدا ابنائي وبناتي على حيوية المفهومين دول وعلى تأثيرهم بالنسبة لنا، ويجب ان يكون واضح دايما في اذهانك. الكفاءة مرتبطة باستخدام الموارد، الكفاءة مرتبطة باستخدام الموارد، والفعالية مرتبطة بتحقيق الأهداف، والأهداف عادة هي أهداف الأطراف الإيه الأساسية، فيجب إن احنا نكون يقظين لهذا المفهوم. طب خلي بالك أنا قلت الكفاءة والفعالية، يبقى efficiency وإفكتيفنس. طب لو جيت قلت الكفاية، جيت قلت أبنائي وبناتي الكفاية، إيه رأيكم؟ هل يا ترى الكفاية هي الكفاءة؟
ها بتفكروا معايا كل واحد كده حتى افكاره كده عشان لما اتكلم عليها هو يبقى رقيب على نفسه، يقول والله انا اذا كلامي صح ولا كلامي غلط، ولو عندك مشكلة تتواصل معايا. هل عندنا مفهوم ثالث اسمه الكفاية؟ ولاحظ انا كنت قلت ايه، الكفاءة والانتاجية. طب الكفاية ايه رأيكم، ارتباطها ايه، مفهومها ايه؟ خليني كده نفكر مع بعض كده، تعالوا نمسك اي عملية انتاجية في اي منظمة، ماذا تحتاج؟ تحتاج موارد. لأي عملية انتاجية في اي منظمة تحتاج موارد، تحتاج عدد من العمال، تحتاج آلات، تحتاج اموال، تحتاج وقت، يعني كل خامات دي اللي بسميها كل عناصر العملية الإنتاجية، بسميها إيه؟ اللي هي مدخلات أو عوامل العملية الإنتاجية، الموارد بتاعتها. هل هذه الموارد متوفرة لدينا بالقدر الكافي؟ sufficient sufficient، يبقى في sufficient efficient effectiveness. السفشنسي دي الكفاية، انه عندي عدد العمال الكافي اللي يكفيني، عدد العمال اللازمين لانجاز العمل الذي يكلفون به او المهام التي يكلفون بها. يبقى ده بسميها ايه؟ بسميها كفاية. يبقى توفر عامل عندي مواد خام كم طن منها بما يسد الاحتياجات او بما يفي باحتياجات او بخطط الانتاج بتاعتي. طيب ده نسميه ايه؟ كافي. يبقى اذا كانه الكفايه ده معيار ينصرف الى الكم، الكم المتاح من المورد. وبالتالي بقول المورد هنا يبقى اذا ده مفهوم يصف الموارد بتاعتي ومدى كفايتها، اما الكفاءة فهو معيار كيفي بيوصف كيفية استخدامي، بيوصف كيفية استخدامي للموارد. هل انا استخدمتها بحيث ان انا احصل منها على اعظم العوائد؟ ممكن يبقى عندي موارد كفاية لكن انا بأسيء استخدامها. يبقى عندي موارد كفايه، بقول يعني عندي عدد من العمال كافيين او حجم من الطاقه مناسب او المواد الخام او رؤوس الاموال كافي، لكن استخدامي الطرف الاخر بقى استخدامي لها استخدام غير رشيد، استخدام سفيه، استخدام فيه اسراف، فيه فاقد، فيه تالف، فيه ضائع. يبقى رغم وفره وكفايه الموارد الا ان سوء استخدامي بالنسبه لها بيجعل استخدام غير كف غير رشيد. وبالتالي من الممكن يبقى المورد كافي لكن استخدامه غير كف وبيحقق نتيجه، يبقى فعال. يبقى كافي غير كف فعال، وكافي كف بيستخدم بكفاءه وفعال، وغير كافي لكن المتاح منه بيستخدم بكفاءة وبيحقق النتيجة. يعني إذا المعايير هنا بدم، يعني خلي بالكم كده مش تلاعب بالألفاظ ولكنه ترسيخ للمعايير اللي حضرتك بتستخدمها في واقع الحياة الإدارية أو في واقع الحياة العملية. لأنك أنت حين تتولى عملية الإدارة بيبقى لديك موارد، أنتوا فاكرين المثلث اللي حطيناه لكم زمان وقلت لك عندك موارد مادية وموارد معنوية وموارد بشرية. موارد مادية اللي هي بيمكن إدراكها بالحواس زي الآلات والمعدات والخامات، وموارد معنوية زي عنصر الزمن، وموارد بشرية اللي هي الكفايات والطاقات البشرية المتاحة لدينا. ثلاثة دول مع بعض أنا مهمتي كمدير أن أخلق منها التفاعل، وبدون هذا التفاعل ما يبقاش في قيمة. التفاعل المنتج اللي بيؤدي الى التحقيق
منتجات معينه بمواصفات معينه. طيب ايه بقى الـ 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 المشكله اللي عندي في هذه الحاله؟ المشكله اللي عندي في هذه الحاجه انه مدى وفرة الموارد، واحنا بنقول كقاعدة ان الموارد بتتسم بالندرة النسبية. كيفية استخدامي للموارد، وهذا امر بي 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 بيتعلق بكفاءة عملية الاستخدام وكفاءة السلوك الاداري بتاعي. هل هو كفء؟ هل هو ادى الى يعني انه العائد من هذه الموارد هو اعظم ما يمكن؟ ونمر الثلاثة الفعالية ان هو موجهة الى تحقيق الاستخدام او التلبيه المشبعه، التلبيه بالجوده او بالاشباع اللازم بالنسبه لعملاء. دول كده على بعضهم كفايه، كفاءه، فعاليه، دول مرتبطين في اطار استراتيجي معين بفعل الاشياء واداء الاشياء بالتفكير وبالممارسه وبالتعامل مع المشاكل وبالابداع وغيرها من العناصر اللي بتلخص لنا مفهوم العملية الإدارية. بنات الفضيات، أبنائي الأعزاء، أنا آخر حاجة كنت وأنا بتكلم في الفعالية قلت لكم إنه الفعال بيفكر. خدتوا بالكم من كلمة التفكير؟ ده بيقودنا إلى إن إحنا محتاجين يبقى لنا محاضرة حول يعني أنواع التفكير ومهارات التفكير، وبالذات منها التفكير الابتكاري الاستراتيجي. هذا هو موضوع محاضرتنا القادمة. تمنياتي لكم بالتوفيق، ألقاكم على الخير بإذن الله، ليكون حوارنا حول التفكير والتفكير الاستراتيجي. سعدت بلقائكم، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.